لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ثقلتين نترقب خلالهما لمعرفة المتأهلين كذلك إلى الدور ربع النهائي من الشامبيونز ليج. هنا الصورة إذن في ميونخ مشاهدينا الأعزاء، أي سيناريو ننتظر كابتن محمد أبو تريكة في هذه المباراة؟ ننتظر بداية قوية من البايرن والامتصاص الحماس الموجود عند البايرن، لازم يقابله حماس وقوة، نفس الإصرار ونفس الرغبة الموجودة بالنسبة لليفربول. أتابع معكم دخول لاعبي الفريقين إلى أليانز أرينا وتوقف كذلك مع النشيد التاريخي في الشامبيونز ليج. ضفنا خسرته في السيمي فاينل العام الماضي في الأولمبيكو في روما، فان بانكينا من دكة البدلاء يعطي ثلاثة تمريرات حاسمة، كرة حاسمة الألماني، الفريق الألماني اللي يضغط بكرة ممتازة، والتسديدة الأولى من تياغو الكانتارا، الجيتار الكانتارا يسدد والكرة على مرمى الحارس آلي صبكر. على فكرة ماتش الذهاب في دقيقة 90 ولا تسديدة على المرمى. جنابري والتغطية في الدفاع وبيروح الإصرار، يلعب الفريق على طريق ألبا، ألبا يمشي بالعرضية خطيرة من تغطية جزاء ويمشي بالكرة ريبيري، ريبيري والدفاع تغطية عن طريق ترجع كرة ألكسندر أرنولدي وزع كرة خطيرة وتمشي فع. حكم قال لعب الكرة من مارتينيز فمش تسلل وفما ليفاندوفسكي وفما الحكم الإيطالي يقول العب الفار قد يتدخل، وأول كرة وأول صنعة وأول فرصة وتتأجل أول فرحة للمباراة وليبايرن ميونخ. يحط الكرة على ألبا، كرة مليح والكرة تمشي في خطأ نعم بصافرة الإيطالي، كرة ترجع روبير ليفاندوفسكي هداف الشامبيونز، روبير سجل 8 أهداف قدام على احترام عشاق وجاب العار للكرة الألمانية. مش معقول يخسر البارح بهذه الكمية بهذه الأهداف، وأثقل هزيمة لفريق ألماني منذ عام 62. هذه جملة قطرة من قطرات وقطرات من بحر في برشا صنعاء، يمشي ماني حط ماني والكرة ضايعة يا ماني، كرة ضايعة من ساديو أسد الترنجا، أول حضور أول ظهور ولو على استحياء ولكن عن طريق لاتاك لعب جيمس مينر وكرة في الدفاع صلاح لعب كرة طويلة، كرة المباراة لعب فيرمينو والكرة الأولى من روبرتو، كرة أولى من روبرتو أول كرة لمصلحة ليفربول. البداية كانت من الكرة فرصة فرصة مش ساديو جول ساديو جول ساديو جول 1-0 لليفربول، الحمرة برجالها ساديو ماني يسجل أولى الأهداف. هذا السيناريو اللي خاف منه بايرن، هذا اللي معذب بايرن، هذا اللي مقلق بايرن في مئوية مباريات نوير، يبصم على هدف الترنجا السنغالي واحد بلاش. ليفربول في وضع قوة، ليفربول في وضع أمان، يرجع بالكرة بامتياز، نوير يخرج ويغلط والكرة والشبكة فارغة، يرفع الكرة بين المدافعين بين اللاعبين، ساديو ما يضيعش زعيمهم ليفربول في الانتظار يمشي ليفا ليفاندوف يا معقدهم والثاني والحارس جنابري يمشي بالكرة خمس والدفاع هما اللي معروفين بها، لم تنتهي بعد قمة قتل المباراة لمصلحة ليفربول. فرصة الهدف الثاني الحاسم من الريتس ليفر، من الواضح أن ليفربول محضر، عدك الربع ساعة 20 دقيقة سلامات وقف مليح ونادي بايرن ولا شوطة على المرمى. فرصة الثاني قبله الملك كيغن، هنا خطيرة التعادل التعادل البافاري الألماني السادة لا يستسلمون، 1-1 في أول كرة 1-1 جنابري يلعب ومن غيره ينقذنا، من غيره يسجل الهدف هو بولندي هو روبر ليفاندوفسكي، هدف التعادل في كرة مباغتة، كرة يتضرب بها دفاع ليفربول، كرة طولية شوف الكرة فما تسلل ما فماش، فان دايك يكسر الأوف سايد تمشي كرة جنابري أول مرة يهرب يضرب جنابري ويتبعها الكرة ماتيب أون جول أون جول جويل ماتيب نعم عن طريق خامس ريبيري حكم يعطي مونتاج تمشي كرة على طريق الكينج يلعب الكرة الكينج هو في تسلل في تسلل أو في عودة للخطأ ماذا هناك؟ لا عاد كان عودة على الخطأ عاد لومه في حكام عاد هذا حكم في دوري الأبطال أوروبا
ايش مرفعك في الراي اذا فما تسلل الكرة عن طريق دابي دلبا سهل للحارس يعاد التوازن خطيرة فما تسلل فما الثاني فما الهدف الثاني ضاعت الكرة لبندوسكي هك الغزرة للمساعد يا ليفا هك النظرة اللي سرقتها على يمينك يا ليفا ضيع توازنك يا ليفا يا ليفا ومنك يا ليفا هذه ما تضيعش هذه فرصة الثاني شوف انا رجع بالتسلل لا تسلل واضح وتسلل واضح ريبيري فرانك ريبيري يا رب ريبيري على القائم الثاني خطيرة بعيد رسميا في 45 دقيقة من قمة الكبار يمشي الدرق مع صلاح فرصة الثاني صلاح والفرصة والحارس مانويل نوير قال لا مانويل نوير ترجع كرة جيمس مينير أخطاء وخطيرة من ليفربول وفرصة الثانية القاضية كانت قريبة من صلاح القاضية كيف سي هوليود البايرن ميونخ نوير رافينيا علبات سولي وومرس الكانتارا مارتينيز ثم جنابري ريبري خمس ولي ليفاندوفسكي مباراة رقم 80 في الشامبيونز ليفا وسجل فيما سبق 53 هدف على فكرة 62% الاستحواذ قال أفضلية الفريق الألماني مقابل امشي بالكرة الكافيتيريوس خمس على القائم الثاني خطيرة الكرة مرة واحد الكرة في اثنية والثاني في الطريق والدفاع تيكي تاكا عالمية أين الرأسية والكرة من الثاني يمشي جيمس مينر والدفاع ترجع الكرة بلاكتسون روبرتسون ممتاز للقاء برشا حلول في الطرف ايسر على عمل 14 انتصار وثلاثة هزايم في المقابل ليفربول تالي اصغرهم كان 14 سنه وكبيرهم 17 والشباك قد يقضي على الاحلام خطير العرضيه والكره رجعت من خمس جنابري عرضيه الثاني فرصه خطيره وكره قريبه انا ما اقول لكم فيما اسلفت الذكر انهم الالمان قد لا يلعبوا ولكن ينتصروا 18 وقت باهي للثاني تمشي الكره الألمان ملعوبة خطيرة والرأسية والكرة في تسلل على خافي مارتينيز كانت في وضعية سانحة ماشي الهو هدف في كل شبكة تمشي الكرة على القائم الثاني وخطيرة جدا والحارس مانويل نوير كرة على ماتيب كادي سجل هدف للانتصار وهدف للتاريخ خطيرة جدا من ماتيب كرة بالرأس يطلع فان دايك يضرب الثاني فان دايك هو الهولندي الطائر هو الهولندي الذي يطير فان دايك طار وسجل الثاني ويطير برزقك يا بايرن الهدف الثاني من الأحمر الإنجليزي الهدف الثاني للأحمر وهاش ليفربول هاش والكرة في الثاني كما ذكرت لكم فان دايك حط على راسي وأنا نتصرف أنا البرج العالي أنا السد العالي أنا التوريفيل أنا البيج بان أنا برج بيزا ولكن لست مال الثاني فرصة الثالث والكرة ترجع خلينا شوية حماس خلينا العشرين دقيقة خليني نحكي على المان خليني نعبر بالألمان خليني نتصور عودة المكن المانشستر يونايتد والسيتي والثالث توتنهام صلاح وفرصة الهدف الثالث يا صلاح لم يمكن ماني من الثالث صلاح رفض أن يكون على اليسار تمشي التوزيعة مازالت المباراة فين في كتفه في ساقه في ركبته في فخذه السليمة الكرة فرصة مش ساديو جول 1-0 لليفربول الحمرة برجالها ساديو ماني يسجل أولى الأهداف هذا السيناريو اللي خاف منه بايرن هذا اللي معذب بايرن هذا اللي مقلق بايرن في مئوية مباريات نوير يبسم على هدف الترانجا السنغالي واحد بلاش ليفربول في وضع قوة ليفربول في وضع أمان يرجع بالكرة بامتياز نوير يخرج ويغلط والكرة والشبكة فارغة يرفع الكرة بين المدافعين بين اللاعبين ساديو ما يضيعش قبله الملك كيغن هنا خطيرة التعادل البافاري الألماني السادة لا يستسلمون 1-1 في أول كرة 1-1 جنابري يلعب ومن غيره ينقذنا من غيره يسجل الهدف هو بولندي هو روبر ليفاندوفسكي هدف التعادل في كرة مباغتة كرة يتضرب دفاع ليفربول كرة طولية شوف الكرة فما تسلل ما فماش فان دايك يكسر الاوفسايد تمشي كرة جنابري أول مرة يهرب يضرب جنابري ويتبعها الكرة ماتيب أول جول جويل ماتيب نعم كرة بالراس يطلع فان دايك يضرب الثاني فان دايك هو الهولندي
الذي يطير فان دايك دار وسجل الثاني ويطير برزقك يا بايرن. الهدف الثاني من الأحمر الإنجليزي، الهدف الثاني للأحمر الوهاش ليفربول هاش، والكرة في الثاني كما ذكرت لكم فان دايك حط على راسي وأنا نتصرف. أنا البرج العالي، أنا السد العالي، أنا التوريفيل، أنا البيج بان، أنا برج بيزا، ولكن لست مال. تاج الكرة صلاح والثالث، والهدف الثالث عن طريق التيرانجا السنغالي، يسجل دوبليتا ساديو ماني. صلاح بالمقاس، صلاح بالراس، يحط الكرة للرايا ساديو، وكوفاتش اوروبا صعيب عليه.